هذا ديال اسديم فكره جات هو تعاونيه ان شاء الله ملي وجد هذا الفضاء سميناه مطعم بيولوجي اسديم. وهذا المطعم كيقدم خدمات للناس الزوار وبالاخص المغاربه، تيجيو كانوا كيجيو السواح الاجانب. من بعد دابا ولاو عندنا الحمد لله واحد الفئه كبيره ديال الناس ديالنا تيشجعونا تيجيو مع وليداتهم وتيدوزو النهار ديالهم هنا، وحنا تنديرو شويه ديال البيولوجي، تنديرو الخضره غير بلا اسمده بلا حتى حاجه، تنديرو غير بطريقه طبيعيه ديال الاولين، والناس تيجيو تياكلو شويه الخضره ديال هنا وتيدوزو النهار ديالهم هنا. والحمد لله دابا ولا هادشي شويه تيتعرف، واخا واحد العدد ديال المسائل باقي خاصين، ولكن هاد الساعة الحمد لله راه متابعين مع هاد الخير. تيتميز بواحد البساطة ديالو والطبيعة وهاد الأشجار ديال الزيتون والخدمات اللي تنقدمو للزبناء، يعني كلشي كيكون ديال هنا بحال الإنسان إلا كاين في دارو. الطويجنات ديال المعزي ومع الخضرة ديال البيو، وفي هاد البقري، وعندنا الدجاج ديال هنا ديال البلدي، وتنحاولوا ان شاء الله من هنا لقدام نزيدوا مسائل اخرى يكونوا ديال الدار ديال هنا. كاين الفضاء ديال الدراري، وكاين واحد البلايص فين تيجلسوا الناس، واحد العدد ديال البلايص، وتنجدوا ان شاء الله واحد القاعه اخرى حتى هي غادي تكون موجوده في اقرب وقت. وعندنا فكره اخرى يمكن لقدام ان شاء الله الى يسر ربي، مازال بغينا نديروا شي شومبرات هنا تيطلبوهم لينا الناس ينعسو، وباقي ولا بيسين، وباقي خص واحد العدد تيطلبوه الزوار، ولكن ان شاء الله ما كاينش الامكانيات دابا، ولكن مع الوقت عندنا في البرنامج ان شاء الله. فكرة كنا قبل خرجنا لبرا وخدمنا شوية في المدن في المغرب، يوم اللي توفر والدينا الفكرة ديالي أنا باش نرجع للبلاد ديال الأولى، رجعت تاني من المدينة، جبت تاني الدراري رجعت لهنا. إوا تنفكرو اش غنديرو، لقينا هاد الفكرة خرجت بعد درت هاد الزيتون وطلع هاد الخير وجد، يعني جاتنا الفكرة باش نشاركوها مع الناس. منها احنا معمرين البلاد، منها نفعوا شويه الدوار ونفعوا، حيت هنا الناس كيقولوا الا مشيتي للبلاد راه ما غتصور فيها والو. ايوا الحمد لله هذه الفكره نجحت، وبدينا دابا تنديروا الصور ديالنا وتنديروا الكليان ديالنا ان شاء الله الحمد لله، وساكنين وشادين جالسين في البلاد تيفرحوا تيعجبهم هذا الخير، لان فيه شويه الطبيعه كما قلت لك بسيط شويه، ما كيشوفوا هذا الخير هكاك، والاكثريه تيقول لك خليه غير هكا ما تزيدش بزاف، عطي ديرنا فين نعسوا ودرنا فين يلعبوا الدراري شي فضاء يكون مزيان،
وفين يعوم واحد الصيف تيسخن هنا شويه بزاف. بنا المنطقه تنطلب منهم اللي عنده كيفاش يدير يجي يستمر في البلاد، لان واحد العدد ديال المسائل متوفره هنا الحمد لله، كاين اتساع، المناخ مزيان الحمد لله، دابا كاين جميع الوسائل كاينين من طرق من كهرباء، من يعني راه حنا في المدينه نيت، واخا تنقولوا القرية راه حنا في المدينه. تنطلب منهم اللي باقي خاص هو الاستثمار، حيت واحد العدد دابا ديال الزوار تيجيو ما تيلقاوش فين يمشيو يكتشفوا هاد المناطق الاخرين، تيبغيو يمشيو تيمشيو كاع ولكن ما تيلقاوش ابسط الحوايج ما تيلقاوهمش. يعني ما كرهناش الا كان شي حد في ولاد البلاد اللي بغى يستمر هنا، راه في هذا المجال راه الحمد لله مفتوح ويلاه بادي، وتشجيعات من عند المغاربه ديالنا راه ولات، راه ولاو تيديروا السياحه الداخليه، راه تيخرجوا الناس بوليداتهم، بغاو الفضاءات، بغاو فين يبدلوا، بغاو. ونتمنى اللي بغى يستمر ان شاء الله في بلاده راه مرحبا. تابعين تنطلبوا منهم يزورونا مرحبا بهم، لان ادرار منطقه الشوكيت بها راه فيها السهل وفيها ادرار وفيها الجبل. هذا الجبل تيمتاز بواحد العدد ديال المؤهلات، واحد العدد ديال المناظر اللي ما عمرو شاف هنا. تنطلبوا منه يجي بوليداته ويجيب شي دوره هنا، راه عندنا بزاف ديال المسائل هنا خصهم يتشافوا، وكاين ما يتشاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.